السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبطال عاملين إيه. النهاردة معنا فيديو جديد من سلسلة إي فوتبول 25. النهاردة حبيت إن أنا أجيب حارس مرمى من الحراس المرمى الأسطوريين، حبيت إن أنا أجيب بيتر شمايكل، كان معانا حوالي 600 أو 700 كوين، فحبيت إن أنا أفتح باكجات وقلت ممكن يطلع لي من ضمنهم بيتر شمايكل، بس للأسف السبع باكجات ما طلعليش فيهم بيتر شمايكل ولا أي لعيب هيبك. حبيت إن أنا أجرب حظي في البداية، بس واضح حظي يعني حظ ظهر كده من بدايه اللعبه الحمد لله. فدلوقتي انا معيش كوينز تاني ان انا احاول افتح بها باكات عشان اجيب بيتر شمايكل. دلوقتي الحل اللي قدامي ان انا اقابل بعض المنافسين، احاول اتغلب عليهم عشان اجمع كوينات عشان الحق ان انا اجيب بيتر شمايكل، لان تقريبا الباكج ده قرب ينتهي، فاضل يوم وخمس ساعات تقريبا. فان شاء الله احاول اتغلب على بعض المنافسين واحاول اشتريه. يلا بينا نبدا اول ماتش ونحاول نفوز. اتمنى الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا نبدا اول ماتش بقى يا جماعه معانا. نبدا بسم الله، شوت من هنا كده حلوه، اول هجمه حلوه، روح لفاندوسكي، روح لفاندوسكي، ده مش اول هجمه، حط بقى اول هدف، حط اول هدف، حط 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 اول هدف يا ربي. هي بقى من هنا كده حلوه، حط يا حط يا حلوه يا حلوه يا شوت بالله، الله غلط يا جماعه، خلاص اول هدف الحمد لله، 1-0 في الدقيقه 70. روح لفاندوسكي، روح روح روح، حط في الجون، حط يا باشا، روح هتعدي يا سنه، روح بالله، روح 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 روح، حط في الجون بقى، حط يا راجل، الله 2-0 يا جماعه في الدقيقه 92 في اخر دقيقه في الماتش الحمد لله. يلا نبدا الماتش اللي بعده ان شاء الله نفوز، يلا بينا. طيب بدايه الماتش يا جماعه معانا، تعالوا كده نشوف معلومات سريعه عن الخصم. اللهم صل على النبي، امبابي وميسي ونيستا وشويه لعيبه كل الريت بتاعهم فوق ال 100، فالفريق اقوى من فريقي طبعا بكتير، بس ان شاء الله نحاول نفوز يعني نحاول نتغلب عليه. يلا بينا نبدا الماتش ان شاء الله نفوز، يلا بينا. تاني ماتش يا جماعه بدا، نبدا بسم الله. لا ما يشوطش ما يشوطش يا ابني، طلع الكورة، شيل الكورة من أول هدف، وهدف ملوش لازمة، أول كورة شاطها، أنت هتحتفل على إيه؟ استرها يا رب من العرضيات، مش بحب العرضيات، حطيات، الله الله عليك الله عليك الله، اخويا ريبر اللي لسه نازل يا جدعان، لسه نازل، اول كره استلمها جابها جو، يا ستار يا رب، يلا يا يا رب يا رب، يلا ليفاندوسكي ليفاندوسكي، روح 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 بالله عليك، روح روح الدين، شوت بقى شوت في الجون يا عم، شوت شوت بقى شوت يا جدعان، يلا شوت، واحدة عرضية حلوة، يلا ليفاندوسكي، يلا يا راجل يلا يا راجل، يلا اخويا ريبر يا جدعان، روح يا روح يا روح روح بالله عليك، روح يا اخي بالله عليك، روح احنا في الوقت الاضافي، روح يا واحدة هنا، واحدة هنا حلوة، حط بقى في الجون يا راجل، ليفاندوسكي روح ليفاندوسكي، يا رب يا رب، اوفسايد، طب فين الاوفسايد؟ فين الاوفسايد؟ يا حكم ليه عملت ايه انت وهو يا ابن الكرة معايا، والله 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 الكرة معايا، لا اله الا الله يا رب، في اخر دقيقة يا رب، والله حرام اقسم بالله، اخر هجمة يا جدعان، اخر هجمة يا جدعان، اخر، الله عشان والله العظيم كانت الكرة معايا والدراع علق مني اقسم بالله. طيب دلوقتي يا جدعان احنا هنلعب ضربات جزاء وانا ماليش حظ فيها اصلا، بس ان شاء الله هنفوز يعني. طيب اه الكره هشوط هنا بليفاندوسكي، وربنا يستر يا جدعان، والله ربنا يستر بجد عشان ماليش حظ في ضربات الجزاء ده خالص، استرها يا رب والنبي ما تضيعها ليفاندوسكي، ضيعها ضيعها ضيعها، وميسي هيشوط، ميسي هيشوط، يا رب اصدها ان شاء الله، اصدها اصدها يا رب ما تضيع، يا رب يا رب ما تضيع، يا رب ما تضيع، يا رب ما تضيع، في يا عمي في يا عم،
ضعيف هذا متمر يعني ليبر يضيعها معايا يجيبها جون مع ده يا جدعان يا رب لو ضاعت انا ضعت يا جدعان اقسم بالله العيال ده عامية تقريبا مش معقولة ولا كورة لا لا الا الله والله العظيم الماتش ده ريحت فيه فرص رغم ان الفريق الخصم ده اقوى مني اقوى من عندي بكتير والله العظيم بس كنت مستحوذ اكتر منه يلا الحمد لله طيب تالت ماتش يا جماعة معانا تعالوا كده نشوف معلومات سريعة عن الخصم اللهم صل على النبي عنده جونيور ومبابي وميسي وفودين ونيستا وشويه لعيبه ايه يا عم هي ليه اللعبه نفسها بتجيب لي ناس اعلى مني بكتير يعني ليه ما تجيبليش ناس مثلا في نفس الفريق بتاعي يعني هنا اللعيبه كلها اعلى من اللعيبه بتاعتي قريت عنده يعني في المية وفي التسعة وتسعين والكلام ده انا ما عنديش الكلام ده بس ان شاء الله هحاول اتغلب عليه يعني الماتش اللي فات كان الخصم اقوى من كده بكتير وغلبني بضربات الجزاء بالعافيه يعني فان شاء الله هحاول اغلبه يلا بينا نبدا الماتش الماتش بدأ نبدأ يا جماعة بسم الله واسم. الله عليك يا سو لا مش أول شوطة مش أول كورة طيب مش لسه أول كورة استغفر الله العظيم روح حط بقى يا عم حط كورة حلوة يا راجل روح 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 إن شاء الله العرضية دي جون يا جدعان إن شاء الله جون ان شاء الله جون يا جدعان 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 يا ربي يا ابن الكل كنيه سيب الماتش صفرت ليه جماعة الحكم صفر في اخر يعني كان معايا ركنيه وصفر الاستحواذ 45 ليه 55 ليه تسديدات 6 ليه 2 ليه تسديدات على الهدف 5 ليه 1 ليه جابها جون يا رب جون يا رب يا رب جون يا رب يا رب يلا يا يلا يلا يا الله يا الله يلا يلا يا يلا جدعان يلا بالله عليك ما تضيعها يا رب يا رب حرام اقسم بالله حرام يا الله يا الله والله العظيم حرام الفرص اللي ضاعت دي كلها اقسم بالله شوف يا جدعان الاستحواذ 48 ليه 52 ليه التسديدات 9 ليه 2 ليه التسديدات على الهدف هي كره واحده اللي شاطها 6 ليه 1 ليه هي واحده بس اللي شاطها جابها جون اخوات احنا النهارده لعبنا 3 ماتشات غلبت ماتش وتعادلت ماتش واتغلبت ماتش طبعا اي ماتش هلعبه وانا بسجل هنزله مباشره يعني مش شرط ان انا انزل فيديوهات وانا غالب فيها بس وان انا اسطوره وان انا حريف والكلام ده لا اي فيديو هينزل وانا بسجل سواء غلبت او اتغلبت او تعادلت هينزل مباشره احنا لعبنا 3 ماتشات غلبنا ماتش اتعادلنا ماتش اتغلبنا ماتش في الاخر كان معايا 300 كوين حاولت ان انا افتح باكج ان انا يطلع لي شمايكل بس للاسف حظ كان وحش فطلع لي شويه لعيبه كده حبش من الاخر يعني ما لهمش اي لازمه اتمنى ان انا احاول ان انا اجيب المنافسين تاني يعني واجيب بيتر شمايكل اتمنى الفيديو يعجبكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.